كوكو لي في عسلامة مرحبا بكم، رجعتكم اليوم كالعادة والعوايد في فيديو جديد من فيديوهات الشيف نبيلة. اليوم بديت كيما تشوفوا هوني ملي روحت من الخدمة ديريكت، بديت نطيب في العشاء باردون. دونك اليوم باش نحضر لكم نوي كيما نشوفوا هوني قاعدة نصمت فيها في الماء، وهوني حضرت لكم ال استنوني. دونك هوني حضرت لكم الصوص كيما نشوفوا فيها هوني. الصوص حطيت فيها الجمباز، حطيت فيها البات دو ري هذي، اما البات دو ري سمطتها في الماء قبل، حطيتها في شوية ماء وتغلي مع الراس متاع الجمباز باش ناخو منها الماء متاعها الفون متاعها. بالنسبة للصوص حطيت فيها الفلفل الملون هذيك وقليته في شوية زيت زيتونة، حطيت معهم شوية زبدة، حطيت سفنارية، حطيت شوية بصل وخليتهم يتقليو الكل مع بعضهم، وحطيت معهم الجمباز من بعد. خديت الماء كملت صمت فيه النوي كما نشوفو هوني، ما نزيدو حتى شيء. وهوني خليتها تطيب، توا باش نزيدوها لي صوص. حسيلو سهلة على خ هوني باش نزيدوها لي صوص. دونك هوني عندنا الهروس كيما نقولوا احنا في تونس، ولكن فلفل الشيح المفوح بالباهي. دونك باش نحط هوني مقارب مغرفه، نحاولوا ما نكثروش شويه شويه من كل حاجه. هوني عندي الصوص سافير ويتر تبان نزيد، هذه هي الصوص باش نحطو منها شوية. هوني باش نحطو شوية صوص السوجا، دونك نخلطو الكل مع بعضه باش يدخل. هوني انا ما حطيتش نكحات، يعني الملح وكل الفلفل الاكحل الكل فوحت في القفاز، فوحته وحطيت شويه كمون. دونك ايش باش نعملو؟ باش ناخذو هوني باش نحركو النوي متاعنا، نحاولوا ناخذوا هنا شوفوا النوي، نخلوها تزيد تطيب مليح. وباش ناخذوا شويه ماكل الماء وباش نحطوه مع الصوص.